طاب نهاركم. الانتهاكات الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية من القدس إلى غزة هي أبرز ملفات الظهيرة التي سأقدمها لكم أنا فرح البرقاوي، وفيها متابعة مع مراسلين لتطورات الواقع ميدانيا وجهود التهدئة إقليميا ودوليا. وننتقل من فلسطين إلى أوكرانيا لنتابع مسجدات احتلال آخر بعد سقوط مدينة ماريوبول أمام الاجتياح الروسي، ونحاول أن نتقصى تطورات الأزمة الليبية بعد عقد حكومة بشاغة اجتماعها الأول في سبها، وأن نستطلع الوضع الأفغاني على ضوء التفجيرات الأخيرة في عدة مدن أفغانية. الظهيرة تأتيكم على شاشة التلفزيون العربي في تمام الساعة 4 بتوقيت القدس، 1 بتوقيت غرينتش، ويمكنكم متابعتنا عبر البث الحي على اليوتيوب. كونوا معنا.